انه الفتره الاخيره من خلال حارس المرمى الذي يلعبوا اكثر انه يعني. السيد رحمتي هو كان الحارس المرمى الأول. الموجود الاول. بنشوف انه من خط الدفاع السيد هادي عقيلي المدافع والهداف في الفريق. بنشوف انه خسرو حيدري ايضا موجود في ضمن تشكيل الفريق. بنشوف انه بزمان منتظري ايضا هو موجود من ضمن المدافعين. ايضا سيد جلال هو احد ركائز الدفاع اللي شفناه بمباريات الوديه او مباريات غرب اسيا كان موجود ايضا. طبعا خط الوسط هناك ازمه حقيقيه بالنسبه للمدرب. انما ما نشوف انه المدرب يعتمد على جواد نيكونان لاعب اسوسانا الرقم ايضا اندريك تيموريان اللاعب الموجود في المحترف في الدوري الانجليزي. محمد نوري ايضا له تواجد. امام معبلي ايضا كان نجم حقيقه في بطوله غرب اسيا. يعني هناك اسماء كبيره ايضا. يعني انت عندما يكون عندك رديف قوي فانت تملك منتخب قوي. فبنشوف انه هناك معظم لاعبين المنتخب مسعود اساسي. مسعود شجاعي امر طبيعي يعني لاعب على مستوى عالي. قريب المرمى سيكون قريب المرمى ام سيكون متاخر يكون صانع العاب؟ يعني ممكن استراتيجيه المدرب ممكن يكون انه مهاجم خلف مهاجم. هو عاده ما تعودنا على المنتخب الايراني ان يلعب غلامي مهاجم واحد مهاجم صريح هو غلامي ومن خلفه لاعبين مسعود شجاعي وايضا تيموريان اللي حقيقه عم يتحركوا اثنيناتهم في حاله الهجوم عم بيصيروا 4-2 او 4-3-3 في حاله الدفاع 4-6 4-5-1. الكل يدافع بتضيع الكره. كابتن هل من اضافه حول بصراحه استراتيجية. يعني استراتيجيه يعني لكن يعني في حارس مرمى جيد في دفاع جيد ولكن يعني ككل تشكيله ككل الان التشكيله هي جيده مقبولة. تشكيله مقبوله منطقيه هاي ولكن يعني ما اعتم المهاجم الهداف الذي يعني كان مثل شلون علي دائي مثل علي كريمي ليس هناك صانع العاب وليس هناك انسجام ايضا بالضبط. يعني هي شوف يعني ينقص الفريق هذا المركز مهم جدا. انت راح تلاقي فرق قويه تلاقي العراق تلاقي الامارات تلاقي كوريا الشماليه. يعني لازم اكو في لاعب هداف على مستوى عالي حتى يقدر يعني هسه اي فريق ما به مهاجم صريح وهداف وعنده خبره ويقتنص ويشغل المدافعين صعبه يترشح للدور الثاني. نعم كابتن هل معنى وجود لاعبين كبار ايضا خاصه هؤلاء المحترفين في الخارج هل هؤلاء ممكن ان يعوضوا ربما نقص المباريات والانسجام انهم سيتحملون اعباء المباريات امام منتخبات كبيره ذكرنا الامارات ذكرنا كوريا الشماليه وهو يعتمد على اللاعب التكتيكي داخل الملعب. نعم. اعتقد من اللاعبين التكتيكيين الموجود نعم. جواد نكنام اعتقد نعم. لاعب يعرف كيف يدير دفه المباريات وقت التهدئه وقت الاندفاع وقت اعتقد ان التمرير هذا كله محتاج الى قائد داخل الملعب مثل ما تكلمنا يمكن نعم. جواد نكنام اعتقد هو اللاعب اللي بامكانه يدير دفه هذا الفريق وهذه المباريات خاصه المباريات القويه بيحتاج الى لاعب خبره يعرف كيف يقود فريقه للانتصارات. قد يغيب المهاجم لكن قد تاتي بمهاجم في بطوله يمكن تكون هذه البطوله لاحد مهاجمي ايراني مثل مسعود شجاعي اعتقد ممكن يكون هناك التوفيق يلازم الفريق الايراني في ظل هذه المباراه. اعتقد اللياقه البدنيه مهمه وضروريه الى جانب المهاره. لذلك المنتخب الايراني انا بتصوري ربما يعود الى قوته في هذه البطوله. احنا نتحدث كثيرا الكبار يعودون دائما واعتقد الكبار كبيرة. يعود واعتقد المنتخب الايراني بجانب الخبره اعتقد الشباب موجودين واعتقد الكره الايرانيه اذا نتكلم عن القوه الجسمانيه يمكن تفقد المهاره الايرانيين لديهم مع مرور المباريات ايضا مرور المباريات المنتخبات الكبيره تعود تدريجيا واعتقد ان الفريق عندما يبدا بقوه اعتقد راح يصعد بقوه الى المباريات الاخرى. المنتخب الايراني ممكن انه يصل ممكن انه يعني يحقق نتيجه غير متوقعه سمعناها من كثير من بالشارع الرياضي. وانا اعتقد المنتخب الايراني ربما تكون هذه البطوله بالنسبه حقه انه تعود فيه الى بعد ما كان بعيد بدايه الانطلاق. نعم. حتى اعتقد يعني حتى يعني مركزين هم الفريق الايراني اعتقد شفناه بغرب اسيا بطوله غرب اسيا كان مركز على الضربات الثابته. نعم. يعني سيد حسين جلالي من ضربات الزوايا ضربات الحره سيد المباشره سيد عقيلي حتى المدافع عقيلي سجل ثلاثه اهداف في هذه البطوله يعني فالضربات الثابته يعني عنصر مهم احد الحلول فرق غير المنسجمه اكيد الفرق غير المنسجمه تعتمد على الحالات الفرديه والكرات الثابته حتى هناك كان في مطالبه كان هناك في مطالبه سأكون المدافع الان انتم كلكم مهاجمين لا انا مدافع لا في هذه اللقطات سنودع اذا الزميل بهرام باكزاد لا ادري هل هناك دقيقه ام لا لكي نساله حول التشكيل حول هناك بعض الغيابات اذا سيد بهرام هل لك
بعدما استمعنا الآن لآراء المحلل هنا في الدوحة، هل لك أن تطلعنا على التشكيل؟ هل هذه الأسماء التي سمعتها الآن هي التي ستكون أساسية أم أن لديكم مفاجآت أخرى؟ Yes, I'm sure is some name we can mention it, and as is the last play I saw tonight from the هناك لاعب جديد قد يلتحق بهالتشكيلة وهو اللعب اليوم ضد فريق قطر. ولكن بشكل عام أظن بأن الفريق أو الأسماء التي ذكرت هي التي ستكون حاضرة، وكما سمعنا لدينا مشكل على مستوى وسط الميدان، وما ينقص لدى الفريق الإيراني هو تسجيل الأهداف، وكما هو شأن بالنسبة لفرق أخرى قوية لديها خطوط هجوم متميزة. فالسيد جلال حسين الذي يلعب فهو يسجل أهداف كثيرة، سيد عقيل أيضا يسجل أهداف، ولكن نحن نحتاج إلى المهاجم الصريح الذي يتقلد مهمة تسجيل الأهداف للفريق الإيراني من أجل الذهاب بعيدا في البطولات. أظن المناسبة الآن في قطر هي تحقيق الانسجاب. جواد ناكونام هو لاعب متميز قادم من البطولة الإسبانية وقد يخلق الفارق. اسكندريان هو أيضا لاعب جيد ولكن يلعب في نفس مركز جواد. الشجعي يلعب في المركز الأيمن في وسط الميدان، فعلينا أن نخلق الانسجام المطلوب ونحاول أن نضع اللاعب المناسب في المكان المناسب. 4-4-1-1 بكل تأكيد 4-4-1، فهذه هي خطة اللعب التي سنراها. وكما قلت علينا أن نجد أو اللاعب المناسب من أجل اختتام العمليات الهجومية. نعم نعم سيد بهرام باكزاد الإعلامي الإيراني، كنت معنا مباشرة من دبي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات المفيدة للمشاهد العربي حول المنتخب الإيراني، شكرا جزيلا لك. إذن استمعنا لرأي الاتحاد ممثل برئيس الاتحاد الإيراني، استمعنا أيضا إلى المدرب، استمعنا إلى بعض اللاعبين، لكن الآن نريد أن نستمع أيضا إلى اللاعبين القدامى وأيضا حظوظ المنتخب الإيراني في هذه البطولة. هل لديه حظوظ؟ علينا تقديم شتى أنواع الدعم لسيد قطبي مدرب المنتخب الوطني ليستطيع قيادة المنتخب وإحراز النتائج الإيجابية في كأس أمم آسيا. جميع المنتخبات المشاركة ستكون على أهبة الاستعداد لخوض غمار المنافسة، وأتمنى أن يستثمر السيد قطبي الوقت المتبقي قبل بداية البطولة ويهيئ المنتخب لمستوى الطموح لنحقق النتائج بعد مرور سنوات. با دعای خیر مردم و تلاش خود بازیکن‌ها به هر حال بتونیم یه نتیجه خوبی بعد از مدت‌ها بگیریم. والله منتخب ایران الحمدلله و شکر جاهز لکاس آسیا فی دوحة. نحاول ناخذ البطوله، یعنی منتخبات الكويت السعودي الامارات، يعني منتخب كويس، يعني صعبه انه يعني بالدوحة. منتخب القطري منتخب كبير، مدرب عتهم كبير. منتخبنا الوطني جيد ولدينا لاعبين ذا كفاءة وخبرة عالية، بالإضافة إلى انضمام لاعبين شباب جدد، وأتمنى أن يستطيع السيد قطبي من استثمار ما لديه ويحرز أفضل النتائج. المدرب قطبي لم يكن أداؤه سيئا، استطاع تحقيق نتائج لا بأس بها، وأرجو أن يحرز نتائج جيدة في بطولة أمم آسيا. على السيد قطب اكتشاف الطاقات الكامنة وتوظيفها لصالح المنتخب الإيراني، وأعتقد أن إيران تستحق أن تحرز إحدى المراكز الأولى في كأس آسيا، وخلاف ذلك علينا البحث عن الخلل، وإما أن يكون في الاتحاد أو في الكادر الفني والإداري.
تيم ملي إيران بالتأكيد سنشارك بمنتخب قوي في كأس آسيا في قطر، خاصة وأن السيد قطبي هو إنسان نزيه ووطني، وأدعم هذا المدرب بكل قوة وأتمنى كل التوفيق للمنتخب. وبصفتي مدربا في فريق محلي لا أتطلع إلى نقاط الضعف وإنما إلى نقاط القوة، وأتمنى كل الحظ لهم. أحرزنا بطولة الأمم الآسيوية 3 مرات، وإن شاء الله سيتمكن السيد قطبي ومساعده من تحقيق النتيجة المطلوبة. يتملكني شعور بأن قطبي سيتمكن من إحراز البطولة وبذلك ترتقي الكرة الإيرانية. السيد أفشين قطبي خطط لإحراز بطولة أمم آسيا منذ بداية استلامه مهمة تدريب المنتخب الإيراني، وأعتقد أنه كان موفقا في التحضير واللقاءات الودية قبل انطلاق هذه المنافسة. أرجو أن يحقق منتخبنا الوطني النتائج الممتازة رغم أن مجموعتنا صعبة نسبيا في الدور الأول، حيث تضم كل من كوريا الشمالية والإمارات العربية والعراق. وإذا ما أردنا بناء منتخب قوي للمستقبل علينا الاهتمام بفئات الناشئين والأشبال والشباب. العد التنازلي إذن بدأ لإقامة بطولة أمم آسيا 15 هنا في الدوحة، وذلك مع برنامج عند خط الانطلاق، ونحن نوافيكم الآن ببعض نتائج المباريات الودية التي أقيمت الليلة. البحرين إذن فاز على الأردن بهدفين مقابل هدف، قطر تعادل مع إيران، والسعودية هزم على أرض ملعبه أمام العراق. مباراة غد كوريا الجنوبية تلتقي سوريا. وهذه مباراة إذن المنتخب الإيراني في كأس آسيا 2011 هنا في الدوحة، المباراة الأولى يوم 11 من يناير أمام العراق. عراق إيران، إذن مباراة من نوع خاص هذه. دربي آسيوي. دربي والله كلاسيكو. إيران كوريا الشمالية، والمباراة الأخيرة الإمارات إيران. إذن بهذه المجموعة نأتي إلى نهاية حلقة الليلة التي خصصت للمنتخب الإيراني. نشكر ضيوفنا الكرام الذين كانوا معنا إذن خلال هذا البرنامج. الكابتن سعد الحوطي، مرحبا بك، شكرا جزيلا. ستكون معنا أيضا في حلقات قادمة إن شاء الله. أيضا معنا الكابتن ياسر السباعي، نجم الكرة السورية ومحلق الجزيرة الرياضية، شكرا جزيلا لك وعلى أيضا تحليلك. أيضا الكابتن مجبل فرطوس الذي اليوم قام بمبارتين، برنامج ومباراة، أشكرك جزيلا الرياضة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على وفائكم لقناتكم. غدا إن شاء الله سنكون مع منتخب أستراليا إن لم تخن الذاكرة. إلى اللقاء.